توقعات، تكهنات، معلومات خاصة. التوقعات تقول رفع رواتب الموظفين 40% حال الإعلان عن الميزانية هذا العام، و13 فرقة تكافح حريقا شبا في مستودع داخل المطار في جدة. والدكتور عايض القحطاني معنا هنا الليلة في استوديوهاتنا في أبوظبي. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في يا هلا في حلقة جديدة. ودائما نشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا. نبدأ من المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها اليوم، ولكن في الصحافة السعودية تحديدا. يرفع مجلس الشورى إلى المقام السامي قرارا بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 3000 ريال، مضافا إليه التأمين الصحي. وجاء القرار استجابة لمطالب أعضاء في مجلس الشورى، ما دفع لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى إضافة التوصية تمهيدا لإقرارها في جلسة الاثنين المقبل، إلى جانب توصية أخرى تتضمن دراسة إمكانية الاستمرار في صرف المعاش للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن 26 أو الحصول على وظيفة. كما سيتداول الأعضاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد. أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية لتأسيس الشركة السعودية للاستقدام تحت التأسيس للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاعين العام والخاص. ودعت الوزارة الشركات المتبقية تحت التأسيس لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى. تكفل الكاتب ثامر المحميد بإنشاء موقع إلكتروني لرصد وعود المسؤولين وتصريحاتهم عن مشاريع مستقبلية والزمن المتبقي على وعودهم. وقسم الموقع الوعود إلى 3 أقسام، هي وعود نفذت، ووعود بقائمة الانتظار، ووعود لم تتحقق مع الزمن. ويتيح الموقع للمتصفح المشاركة من خلال الاشتراك وإرسال وعود أطلقها مسؤول والوقت المتبقي لها، حيث يحسب الموقع بالسنوات والساعات وحتى الثواني. تحركت 8 جهات حكومية في محافظة جدة أخيراً لمنع تنظيم حفلات الكريسماس وأعياد رأس السنة الميلادية، بعد أن رصدت جهات الاختصاص تهيئ مستشفيات وفنادق وشركات في محافظة جدة لتنظيم حفلات خاصة بالكريسماس. ووجهت محافظة جدة كل من الأمانة والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغرفة التجارية والصناعية وفرع الأوقاف والمساجد والشؤون الصحية وفرع وزارة التجارة والصناعة في جدة وإدارة المباحث في منطقة مكة المكرمة بهدف العمل على إجراءات المنع. ليست فقط وحدها الأيدي العاملة العادية من تقوم بالهرب من قطاع المقاولات بهدف البحث عن فرص عمل أكثر جذباً بالنسبة لهم، إنما حتى المهندسون غير السعوديين يهربون بحثاً عن العمل في منشأة أخرى. هذا ما جاء على لسان مقاولين سعوديين، وهو أمر اشتكى منه قطاع المقاولات في ظل احتساب العمالة الهاربة ضمن موظفي الشركة إلى حين خروجهم من البلاد، مشيرين إلى ارتفاع نسبة هروب العمالة من منشآتهم إلى ما نسبته 5% خلال الفترة الماضية. ونذهب إلى أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه نحن في برنامج جاهلة من الصحافة السعودية. المقال الأكثر قراءة في جريدة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان التغريدات التسع، عن حفاوة السعوديين بتسع تغريدات كتبها وزير التجارة الجديد قبل أن يتسلم حقيبة التجارة. يكتب الشيحي اليوم قائلاً:
احتفل السعوديون في تويتر بحساب الوزير بعد ساعة واحدة من توزيره، فقفز عدد متابعيه من 2000 متابع إلى أكثر من 11,000 متابع، ليصبح ثالث وزير في السعودية يتواصل مع الناس بعد وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة ووزير الدولة الأمير عبد العزيز بن فهد على التوالي. ويعلق الكاتب: إن الأجمل في موضوع وزير التجارة الجديد أنه أفصح عن بعض آرائه وتطلعاته وطموحاته قبل أن يصبح وزيراً، لكنها انتشرت بين الناس اليوم، فملكته الكلمات بعد أن كان يملكها، وهو ما يجعل الرجل أمام اختبار صعب. ترك الناس عمله السابق في المدن الصناعية التي ما تزال التساؤلات والنقاشات تدور حولها، وفتحوا صفحة جديدة دشنوها بتبادل 9 تغريدات كانت بمثابة الالتزام الأدبي، يقول في أبرزها: أصحاب الأفكار كثيرون ولكن قلة ينفذون، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. كلمة جميلة من موظف حكومي تعني الكثير للمراجع، فلننشر الكلمة الطيبة. حتى تكون مبدعاً وناجحاً فيجب ألا تخاف من الخطأ. ويختم الشيحي قائلاً: ليس أمام الوزير أي مخرج، قال شيئاً وتمنى أشياء وبث أحلامه وتطلعاته التي ظن ألا أحداً سيقرأها. المقال الأكثر تعليقاً في جريدة الحياة للكاتبة بدرية البشر بعنوان: جامعاتنا ومنهج أسترو ما واجهت. تخصص البشر مقالها اليوم للحديث عن ردة فعل الجامعتين السعوديتين التي وردت أسماؤها في تقرير مجلة العلوم الأمريكية، قائلة: لم يكن غريباً أن تقوم بإنكار التهم التي نشرتها المجلة، فعادة ما نظن أن ملء الفضاء بالإنكار قد يشوش الناس فيجعلهم على الأقل منقسمين. وتتابع: رد فعل جامعاتنا ذكرني برد فعل مشابه لأحد مسؤولي جامعة الملك سعود منذ 15 عاماً حين زرت كلية الأقسام العلمية، ونحن في الطريق أخذت أطلع على حال المعامل الهزيلة والطرقات المكسورة، وحين وصلت إلى بوابة الخروج اكتشفت أن الساعة المعلقة على واجهة الكلية لا تعمل أيضاً، فعرفت أن الكلية تعيش زمناً متوقفاً لا يتحرك. كتبت مقالاً عن حال الكلية، وبعد أن قرأ المسؤول ما كتبت رفع الهاتف يصرخ في وكيلته بعبارة واحدة ساخطة تقول: من الذي مكن هذه الكاتبة من رؤية كل هذه الأشياء؟ لقد كان حريصاً على الستيرة، أي إبقاء الخطأ مستور أكثر من حرصه على إصلاح الحال المائل أو التحقق من صحة ما نشر، وها هي مجلة العلوم الأمريكية تفسر لنا ما حدث. فلماذا أثار ما قالته مجلة أمريكية كل هذا الصخب، بينما ألقى المسؤولون بما قاله الشهود المحليون وراء ظهورهم؟ افعلوا شيئاً من أجل تطورنا، من أجلنا نحن، من أجل بلادنا، وحين تتطورون ويقولون عنكم الخارج شيئاً عليكم، نحن من سيدافع عنكم، سندافع عنكم بالبراهين وليس بالعواطف ولا بالرشاوة ولا باستخدام الشبيحة. وجاء التعليق الأبرز من القارئ بدر الحمدان الذي أرسل: المشكلة في عدم الشفافية، إذا كان تقرير المجلة الأمريكية غير صحيح فلماذا لا تقدم جامعة الملك سعود أرقامها؟ نحن نريد أن نعرف الحقيقة، ما هي نسبة المتعاقدين الأجانب من الأساتذة الذين ساهموا في رفع ترتيب الجامعة في تصنيف شنغهاي؟ وما هي نسبة السعوديين؟ كم كلف ذلك خزينة الدولة؟ هذه الإحصائيات لن تتجاوز صفحة واحدة. هل هذا صعب؟ هل بدأت وزارة التعليم التحقيق حماية لسمعة الجامعة السعودية؟ اختيار يا هلا لمقال من جريدة عكاظ للكاتب سلمان بن فهد العودة بعنوان: السعادة لغة. عن السعادة يكتب الكاتب قائلاً: منذ الطفولة كنت حفياً بالتساؤل عن مدى سعادة الناس الذين حولي أو تعاستهم واستقرارهم. تغريداتي وتدويناتي هي انعكاس لحالة نفسية عامرة بالبهجة من الحاضر والرضا عن الماضي والتطلع إلى مستقبل أفضل. أنصح بشيء لأني جربته وانتفعت به. لمحة الوجه صارت تساعدني على سبر أغوار صاحبي. صرت أمتلك الجرأة لأقول قولاً لم أقرأه في كتاب. ذلك القول هو أن السعادة لغة. اللغة التي تتحدثها تبين عن مدى سعادتك، وأكثر من ذلك
فاللغة التي تتحدثها تصنع سعادتك أو تصنع نقيضها. لا يعتريني شك أن لو غير المتشائم لغته وأصر على كلمات إيجابية فسوف يجد لا محالة فرقاً كبيراً في مزاجه ونفسيته وفي حياته ونجاحاته. قبل أن تذهب إلى عيادة نفسية، كلما قال لك صديق أحس بأنك متضايق، ردد أنا سعيد ومسرور، لتصبح سعيداً ومسروراً فعلاً. لا تحاصر نفسك بالأحكام السلبية، أنا فاشل، غبي، ضعيف الإرادة، الأبواب مغلقة في وجهي، أعيش بلا هدف. أول تحد في تغيير لغتك مع الأقربين، ستندهش زوجتك لكلمة حلوة وسيضحك أحد صغارك. اعتقد في باطنك أنك مؤهل للسعادة والنجاح وتملك الطاقة والقدرة والإبداع، ولا تردد مفرداتك السابقة أنا، قل سأعيد المحاولة وسأنتصر. نعم سأنتصر، لأني على حق، لأني أستمد إيماني بالصبر من إيماني بالله الذي لا يخيب أمله ولا يرد سائلا. ونتابع نشرتنا من المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها اليوم، ولكن هذه المرة بالأرقام. عشرون في المئة نسبة زيادة المستفيدين من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. 283 تريليون قدم مكعب حجم ما تمتلكه المملكة من غاز طبيعي، وتحتل المركز الرابع عالمياً. 11% نسبة عقارات الخليج التي يمتلكها سعوديون والإمارات تتصدر استثماراتهم. 630,000 عدد المتقاعدين منذ صدور نظام التقاعد عام 1364 هجرية. اندلع الحقيقة حريق في مستودع بشمال شرق مطار الملك عبد العزيز داخل حدود المطار بجدة، والحقيقة الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسر أن يكون معي على الهاتف الناطق باسم هيئة الطيران المدني، بس عشان الأستاذ خالد خيبري. أستاذ خالد أهلا وسهلا فيك. أستاذ خالد. أي نعم أسمع. أهلا وسهلا فيك، ما هي آخر التطورات في الحريق؟ هي طبعا عند الساعة 2:30 من بعد ظهر اليوم تلقت عمليات المطار بنشوب حريق في منطقة المستودعات الواقعة شمال شبك مطار الملك عبد العزيز بجدة. على الفور هناك سيارات خدمات الإطفاء والإنقاذ التابعة في المطار واللي موجود على الاستعداد سارت إلى منطقة الحريق، وتبين أن الحريق نشب في أحد المستودعات الواقع في شمال المطار، تحتوي على بعض المخلفات من الرجيع كالأخشاب والمواد البلاستيكية. تمت السيطرة على الحريق عند الساعة تقريبا 6:30 مساء هذا اليوم، وجاري العمل من قبل المختصين على تحديد أسباب الحريق. كما أنه الحمد لم توجد أي إصابات، وأيضا لم تتأثر، وهذا الأهم، لم تتأثر حركة الجوي بالمطار. نعم طيب، بس ما عرفتوا الأسباب حتى الآن؟ لا حتى الآن لم نتحدث هذا التقرير مبدئي تقريبا حاليا انه تم، اول شيء انه تم اطفاء الحريق، ما تم ايقاف حركه الطيران كانت طبيعيه؟ لا ابدا لم يكن، لانه كان بعيد جدا عن مدارج وعن ساحه المطار، وحقيقه تم السيطره على الحريق لانه كانت الرياح سريعه الى حد ما، وحرصا على عدم اتجاه الريح الى اماكن مأهولة تم السيطره عليها عند تقريبا الساعه 6:30. نعم يعني الناطق الإعلامي باسم الطيران المدني أستاذ خالد خيبري، شكرا لك على هذا الإيضاح وعلى تلبية الدعوة. ما أدري عندنا احنا صور يا شباب للحريق؟ طب ليه ما نحطها؟ يلا أنا ناطر، أنا والمشاهدين منتظرين. أوكي هذه واحدة. طيب نعم طبعا يعني الحمد لله انه ما كان في خسائر، وان شاء الله انه فعلا تتم السيطره بالكامل. وفاصل ونعود لكم بعد كل.
عادة لما نناقش مواضيع مثل موضوعنا اللي راح أناقش اليوم يتملكني إحساسين على أساس أنه أنا عندي إحساس. الإحساس الأول أني أكون سعيد جدا لو افترضنا أن هذه بشرة جادة حقيقية، لأن الود ودي تنزاد رواتب الناس يعني 100% حتى، ولكن في أنظمة الدولة وفي يعني رؤى استراتيجية للاقتصاد وتفاصيل كثيرة. الإحساس الثاني الخوف أنه يعني هذا الخبر ما يصدق أو هذه التكهنات ما تصدق، فنعشم الناس وبعدين ما يصير شيء، والخبر يعشم الناس. مع العلم أنه لا أنا ولا الشباب الموجودين هنا لنا علاقة بأن تمت هذه الزيادة لأن موظفين القطاع الخاص، ولكن سعادتنا كبيرة جدا راح تكون فيما لو تم هذا الأمر. واللي خلى الناس تتوقع أنه ممكن هذا الشيء يصير اللي هي زيادة 40% هو إعلان فائض ميزانية المملكة العربية السعودية أخيرا. المراقبون الاقتصاديون يعني دفعهم هذا الأمر إلى توقعات برفع رواتب الموظفين خلال الإعلان عن ميزانية الدولة خلال اليومين المقبلين، بهدف دعم شرائح الدنيا من موظفي القطاع العام والذين يشكلون نسبة كبيرة من الطبقة الوسطى، وسط مخاوف من تأثيرات التضخم على واقع المعيشة في البلاد. وفي المقابل تعكف كل من وزارتي العمل والمالية وصندوق الموارد البشرية على دراسة وضع الرواتب المتدنية للسعوديين في القطاع الخاص من أجل أيضا الوصول لحلول عاجلة من شأنها رفع سقف رواتبها بحد أدنى لا يقل طبعا عن 3000 ريال. حول هذا الموضوع يسرنا استضيف استديوهاتنا في الرياض أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعود المطير، وأيضا عندي أكثر من اتصال هاتفي لاحقا. أهلا وسهلا بك دكتور. المراقبون توقعوا أن يرافق على ميزانية الدولة خلال يوم المقبلين قرار يقضي برفع الرواتب بنسبة 40%، يعني كيف تنظر لهذه التكهنات؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لا شك أن مسألة رفع الرواتب 40% أو 30% له إيجابياته وله سلبياته. لا يعني وجود فائض متوقع بحدود 200 مليار لهذه السنة أن يكون هذا هو السبب لوجود مثل هذه الشائعات. نحن في عام 2008 تقريبا الفائض كان فائض تاريخي يربو على 500 مليار، فبالتالي يجب أن لا تبنى التكهنات على وجود فائض. نحن في السنوات الأخيرة يعني كان هناك فوائض متراكمة من سنة إلى أخرى حتى وصلت الفوائض المتراكمة تربو الآن تقريبا على 2 تريليون، وهو طبعا مبلغ كبير جدا. عملية رفع الرواتب طبعا هو لا شك كما ذكرت أنه يصب في مصلحة المواطن من حيث تحسن مستوى رفاهية المواطنين، لا سيما مع ارتفاع أسعار الكثير من السلع. كذلك سيصب في مصلحة البنوك لأن سيكون هناك سيولة متوفرة لديها، وبالتالي ستبحث عن فرص استثمارية وقنوات استثمارية لأجل صرف هذه المبالغ الفائضة لديها. كذلك هناك موضوع وهو سيكون تحسن أداء في سوق الأسهم السعودي، لأن كما نعلم إذا زادت الرواتب يكون هناك فائض، وبالتالي كثيرا ما يتوجه صغار المستثمرين إلى سوق الأسهم لأجل أن يشتروا بعض الأسهم التي يتوقع أن تحقق لهم عوائد مستقبلية. نعم، لكن أنت تتوقع كأستاذ اقتصاد أنه هذا الأمر ممكن يصير؟ لأنه خليني بس أقول لك شيء، يعني في صحيفة البيان الإماراتية نشرت الحقيقة تقرير في 11 ديسمبر الماضي أو استطلاع لشركات القطاع الخاص في الخليج، كشفت فيه عن توقعات بزيادة الرواتب خلال عام 2012 في كل من السعودية وقطر والإمارات بنسبة 6%. كيف تقرأ صدقية هذه النسبة مع العلم أنه في الإمارات أنت تعلم أنه تم رفع سقف الرواتب ما بين 70 وبعض الوظائف 30، وفي الدوحة 100% أو أكثر، يمكن 120، صحيح لي إذا أخطيت.
طبعا لا شك وجود الفوائض الكبيرة المتراكمة كما قلنا للثمان سنوات الأخيرة التي تربو على 2 تريليون، هذا لا شك أنه يمكن المملكة وبكل سهولة أن تزيد الرواتب، ما في إشكال هنا. النقطة الأساسية هو مستقبلا عندما يعني أسعار البترول وسوق البترول تعود في التراجع من جديد، هنا سيشكل ثقل كبير على موازنة الدولة. أما في الوضع الحالي وفي الخمس سنوات القادمة رفع الرواتب أتصور أنه لن يعني يكهل يثقل الميزانية. نعم لن يثقل كاهل الميزانية. خليني بس أقول لك شغلة دكتور، يعني خلنا بس نربط، نحاول أن نربط الأمور ببعضها. يعني مثلا تقرير مؤسسة النقد الأخير حذر من أنه لازم إحنا ننوع مصادر الدخل ونهتم في تنويع المصادر ولا نعتمد فقط على النفط. ومن من يرأس مؤسسة النقد أصبح الآن وزيرا للاقتصاد والتخطيط. أيضا كان هناك معضلة قديمة في مسألة لما ترتفع الرواتب على طول تطلع الأسعار ترتفع، طبعا أحيانا بمبرر وفي أحيان بدون مبرر. اليوم هناك وزير شاب جديد أيضا متحمس، ربما يقع على عاتق الدور في ضبط موضوع الأسعار ورسم خطة واضحة لهذا الأمر. هذه الأمور لما نربطها مع بعض، ما تشوف أنه ممكن يعني تعطي مؤشر أمل للمواطن السعودي؟ هو طبعا لا شك إذا عملية زيادة الرواتب تحققت فعلا وتبعها ارتفاع في المستوى العام للأسعار، لا شك أن هذا يعني المستهلك سيتضرر، ربما أنه لن يستفيد شيئا. إذا ارتفعت عندك الرواتب مثلا 40% ثم تبعها ارتفاع في الأسعار بهذا المعدل، أكيد أن المستهلك لن يستفيد أكيد. لكن اللي يجب أن فعلا التأكيد عليه هو أن الارتفاع في الأسعار ليس مبررا. لماذا؟ لأن معظم السلع التي يعتمد عليها المستهلك هي سلع مستوردة، وبالتالي نتكلم عن المملكة تعتبر دولة صغيرة كمستورد من يعني دول العالم، وبالتالي لما تشتري سلعة معينة أو يزيد طلبك عليها لن يؤثر على السعر العالمي لهذه السلعة. فإذا ارتفعت الأسعار بالنسبة للسلع المستوردة فبكل تأكيد فهو بسبب جشع التجار، لأن عملية الارتفاع الأسعار للسلع المستوردة أمر غير وارد بسبب ارتفاع الأسعار، لأن الطلب كما قلنا يعتبر طلب لا نهائي المرونة بالمصطلح الاقتصادي، أي أن السعر يعتبر شبه ثابت سعر الاستيراد، وأي ارتفاعات هي بسبب التجار. لكن قد يكون هناك ارتفاع في بعض السلع المنتجة محليا بسبب أن العرض المحلي تقريبا شبه ثابت على الأقل في الأجل القصير. قد يكون هناك مثلا ارتفاع في أسعار الإيجارات السكنية، قد يكون ارتفاع في العقار، وإن كان العقار وصل إلى مراحل كبيرة جدا من التضخم أو الفقاعة العقارية كما نسميها، والمتوقع أنه يفترض أنه يصحح بعد هذه الارتفاعات القوية. عموما على وزارة التجارة بكل تأكيد إذا فعلا حصل زيادة في الرواتب أن تقوم بدورها كما يجب من عملية ضبط الأسعار، عدم ارتفاع الأسعار لا سيما إذا كان هذا الارتفاع وهو المتوقع غير مبرر كما قلنا، لأن الأسعار فعلا السلع المستوردة لا تتغير بناء على زيادة دخل المملكة العربية السعودية. نعم، معي الحقيقة عبر الهاتف مباشرة الخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة المالية سابقا الأستاذ أحمد الحمدان. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. تعكف حاليا وزارات التربية والتعليم والعمل والمالية والخدمة المدنية وصندوق الموارد البشرية على درس وضع الرواتب المتدنية للسعوديين خصوصا في القطاع الخاص، إلا أن المراقبون يرون أنها إجراءات حكومية روتينية تقام يعني سنويا بلا نتائج يعني ملموسة، بسبب طبعا البعض يقول تعنت أو عناد وزارة المالية أو وزيرها إن شئت، هذا الكلام اللي يقولون الناس. إلى أي مدى ترى أن هذا الرأي صحيح؟ بسبب إيش عمري؟ نعم؟ بسبب إيش تقول؟ بسبب عناد وزارة المالية أو وزيرها كما يقول المراقبون. ليه؟ نعم؟ وزارة يا سيدي، أولا شكرا على القناة دي، يعني تهتم بهذه الناحية اللي تهم كل مواطن وكل ساكن من المملكة العربية السعودية. وزارة المالية وزارة منفذة للتحريمات، وزارة خزانة، يعني ما تحميلها ما لا تطيق وزارة المالية أمر غير وارد. وزارة المالية تقدم لها الوزارات مشاريعها، تدرسها، تشوف ماشية مع الخطة الموضوعة للمملكة ولا لا،
تعتمد لها، تراقب مصروفاتها، لكن ما فيت وزارة المالية. بس أنا سمعت النقاش حول طال عمرك موضوع إنه في نية زيادة الرواتب. نعم نعم. والله لو تزاد الرواتب 100% زي ما صار في بعض بلدان الخليج بدون رقابة أسواق، بدون ملاحظة على أسعار المواد خاصة الاستهلاكية، ما له قيمة. وبعدين فقد الشيء اللي يعطيه وزارة التجارة، ما عندها الكوادر اللي تقدر تضبط السوق فيه بصراحة. ما هو بس نرجع عودا على بدء، يعني لما انت قلت مهام وزارة المالية خزانة والى اخره، المسؤولين في وزارة التجارة ما هم قادرين يوظفون 500 موظف امر فيهم الملك بسبب انه رافض وزارة المالية. خلهم يقدمون لوزارة المالية، انا اراهنك ما يمكن تقول وزارة المالية لا، بس جيب لي مبررات، جيب لي اقناع. انت خلينا في مستوى بيتك انت بصراحة واولادك، المقنع من اولادك ياخذ حقه، اللي مو مقنع ما تعطيه، يعني خلينا في مستويات صغيرة. صحيح، بس خليني أقول لك شغلة وأنت يعني أخبر مني في هذا الأمر أستاذ أحمد. الآن أنت في لما نرجع إحنا لمهام وزارة المالية ووزيرها، الكلام اللي قاعد تقوله صحيح، لكن عندما يأتي أكبر هرم في الدولة أو الملك عبد الله بن عبد العزيز ويأمر بتوظيف 500 موظف لمراقبة الأسواق فورا، وهذا القرار أكيد مبني على دراسات، يعني الناس مستشارين موجودين وكل شيء، ثم لم يتم تعيين هؤلاء الناس، صارنا الآن 9 أشهر. يعني لا تصدق وزارة المالية ما تعتمد هالمبلغ، لا يمكن، هذا أمر ملكي. ليه هي وزارة الدولة؟ يعني الأمر يتعلق بتوظيف الناس، إذا ما وظفوهم عندنا مشكلة. يعني هذا المشكلة تلاقيها في ديوان الخدمة المدنية في وزارة التجارة. طيب وش 500 بالنسبة للمملكة؟ المملكة قارة يا سيدي، تراقب أسعار إيه؟ احنا قلنا بس اذا وظفوا 500 ان شاء الله يوظفون اكثر. عمر اشكرك استاذ حمدان الحمدان مستشار وزاره الماليه سابقا على المشاركه. راح ناخذ فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم من جديد. لازلنا الحقيقه احنا يعني نتكهن او ننقل توقعات، طبعا بناء يعني احنا حاولنا نشوف اكثر من مصدر، انه ارتفاع رواتب او رفع رواتب موظفي الدوله بنسبه 40% فور اعلان الميزانيه وقرارها. طبعا ان شاء الله يوم الاثنين راح يكون هذا الامر. لمناقشه الموضوع معي الدكتور سعود المطير، وهو استاذ الاقتصاد في جامعه الامام محمد بن سعود. دكتور اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. ودي أسأل إلى أي مدى ترى أن مصلحة الإحصاءات العامة تعطي يعني معلومات دقيقة وأرقام صحيحة في تقاريرها السنوية، خصوصا أن اتهاما يلاحقها بشأن عدم موضوعية طريقتها في حساب تكاليف المعيشة في السعودية بحسب ما تشير له التقارير الصحفية، كيف تعلق على هذا الأمر؟ طبعا لا شك عملية حسب أو حساب مستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة يخضع لعملية اختيار بعض السلع الرئيسة أو السلع التي يرى المخططون أنها تعكس فعلا التكلفة على الصغار ومتوسط الدخول. بالتالي هناك فعلا يلاحظ بعض الأحيان المستهلك البسيط أن الأسعار ارتفعت أكثر مما يذكر، يعني يقال مثلا عندك 5% تقريبا معدل التضخم، فنجد أن هناك الكثير من السلع ربما أنها ازدادت بمقدار 40 أو 50%. فمن هذه النقطة نجد هناك من يشكك بعملية دقة الإحصائيات، وبالتالي عملية التضخم فعلا الذي يخرج كل تقريبا شهر أو كل ربع سنة سنوية أو سنويا أيضا، فيجب إعادة النظر. هذا أمر مطلوب طبعا، لأن بعض الأحيان أيضا سلة استهلاك الفرد تتغير بين فترة وأخرى نظرا لتغير تفضيلاته، فيجب أن فعلا أن يكون هناك انتقاء للسلة التي فعلا ننظر ماذا حدث لأسعارها خلال من فترة إلى أخرى حسب تغيرات الأنماط الاستهلاكية للمجتمع السعودي.
فهي من فترة طويلة لم يحدث لها أي تغيير، وبالتالي قد نعم هناك من يثير التساؤل حول مدى دقة هذه الإحصائيات، لأنها ربما لا تعكس بعض السلع التي هي الآن أصبحت مهمة جدا، ومع ذلك لا تدخل ضمن تقييم وزارة التخطيط أو الإحصاءات العامة. طبعا أنت مع الناس اللي راح يزيدون 40% فيما لو يعني صدقت التوقعات. نعم. أكثر شيء يقلقك؟ طيب والله لا شك طبعا هو أولا أنا من نظرتي كفرد طبعا أشك أني رحبنا بزيادة الرواتب بكل تأكيد، لكن هناك أمرين. الأمر الأول ارتفاع الأسعار، وهذا للأسف أننا نجد أن هناك مبادرة من قبل التجار ومن قبل المطاعم بزيادة يمكن استباقية للأسعار، يعني قد لا تستبعد أن الآن بدأت الآن الزيادة في الأسعار عندما فقط وجود الإشاعة هذه تبدأ المطاعم والذئب بزيادة الأسعار، وهذا لاحظناه في الزيادات السابقة. اللي يقلقني أيضا الأمر الثاني هو أن الميزانية نظرا لاعتمادها فقط إيرادات المملكة على البترول، والبترول يعتبر متقلب بنعم الإيرادات التي تجنيها الدولة من البترول ليست مستقرة، فالآن ربما السنوات الخمس القادمة نظرا لوجود الاحتياط الكبير في المملكة ليس هناك أي مشكلة، لكن لو لا قدر الله فعلا بعد الخمس سنوات القادمة حصل تراجع كبير في أسعار البترول ثم رجعنا كثيرا إلى الوراء، لا سيما لا يجب أن لا ننسى ما حصل في عام 1985 أو 1986 عندما وصلنا إلى مرحلة لم يعلن ميزانية في تلك السنة. عام 1986 لم يعلن ميزانية بسبب أن أسعار البترول وصلت إلى تقريبا $7، وكذلك قيمة الدولار أيضا في ذلك الوقت انخفضت انخفاض كبير، بمعنى $7 ربما كانت تعادل بحدود $4 كقيمة حقيقية لبرميل البترول. فما دامت هناك الاعتماد الاقتصاد السعودي على سلعة وحيدة وهي البترول، لا شك أن عملية استقرار الإيرادات الميزانية الحكومية يحتاج إلى عمل الكثير لتنويع مصادر الدخل، وبالتالي نستطيع أن نبني ميزانية بشكل مستقر، نستطيع أن نتنبأ بالإيرادات المستقبلية بكل احترافية وبكل يعني معدلات قريبة للواقع. أما الآن تجد البون الشاسع بين المقدر وبين الفعلي، يعني مثلا في العام الماضي المقدر أنه سيكون هناك عجز، والذي حصل أن الإنفاق الحكومي الذي كان مقدرا وهو 580 مليار الآن تقريبا تشير التوقعات أن الإنفاق الفعلي لهذه السنة سيتجاوز 900 مليار. كذلك هناك كان تقريبا هناك بس هذه الميزانية بنيت على $35 والبرميل أغلى من كذا الآن. لا هي بنيت على حدود $60 تقريبا، والمعدل السعر الذي يمكن يحقق التوازن هو كان 85، وما زاد على 85 يعني اللي هو الآن السعر المتوسط سعر البرميل لهذه السنة بحدود 105، يعني عندنا $20 فائض للبرميل الواحد هذا الذئب. ولا شك أن وزارة المالية استفادت كثيرا كدروس مستفادة من عندما تقدر الميزانية تبني على سعر منخفض جدا لبرميل البترول حتى لا تفاجأ بتغيرات كبيرة، ومن ثم يكون هناك عجز كبير يكهل عملية التمويل في المستقبل. طيب معي على الهاتف مباشرة الخبير الاقتصادي دكتور فاضل أبو العلين. دكتور فاضل أهلا وسهلا بك، توقع تتم هذه الزيادة أم لا؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أتمنى أن يحصل المواطن على كل زيادة ممكنة في هذا العالم، ولكن من الناحية المالية أعتقد أن إحداث مثل هذه الزيادة لجميع العاملين في القطاع الحكومي قطعا لن تكون متاحة ولن تستطيع الميزانية تحملها. وأضرب مثال على الزيادة الأخيرة التي هي 15% وكيف جزئت على 3 سنوات للحصول عليها، وكم حملت ميزانية الدولة من أموال على أساس دعم هذه الرواتب. هذا من جانب. من جانب آخر أنا لست مع زيادة الرواتب، فأي زيادة تحدث في الرواتب سيقابلها ارتفاع في الأسعار وغلاء في المعيشة،
وبذلك ما يعطى للمواطن باليمين سيأخذه التاجر باليسار، وبذلك لن يستفيد أبدا في هذه الحالة. ولكن إضافة إلى ذلك أيضا أن عملية الزيادة المرتبطة بنسبة ثابتة للجميع فيها ظلم للموظفين من ذوي الدخول المتدنية، فالذي يستلم راتب أقل من 4000 ريال على سبيل المثال ستكون زيادته ما يقارب 400 ريال، ولكن الذي يستلم 20000 ريال ستكون زيادته أكبر من ذلك بكثير. وبذلك الدولة تقوم بدعم ذوي الدخول المرتفعة في الوقت الذي تقلل الدعم عن ذوي الدخول المحدودة، وبذلك لابد أن تكون هذه الزيادة مدروسة دراسة من جميع الجوانب، خاصة في استهداف الشريحة الأكثر حاجة لهذا الدعم، وأعني بذوي الدخول المتدنية الذين يستلمون رواتب أقل من 5000 ريال. أنا أتمنى أن تكون هناك زيادة، ولكن أتمنى أن تكون الزيادة موجهة للشريحة المتضررة من دخولها المحدودة وغلاء الأسعار في الوقت الحالي. هناك أيضا جانب آخر وهم المتقاعدين، وخاصة المتقاعدين العسكريين الذين يفقدون أكثر من 80% من رواتبهم بسبب الحوافز التي تنقطع بمجرد أن يحالون على التقاعد. هؤلاء يحتاجون إلى دعم كبير وتعديل في سلم الرواتب، وبذلك إذا كانت هذه الزيادة تهدف إلى دعم الشريحة المتضررة فأنا مع هذه الزيادة وأتمنى أن تحدث. والله دكتور فضل، أنت سويت يسمونها أنسنة اقتصادية إذا جاز التعبير يعني في مداخلتك. والله هو الحقيقة عندما تتحدث عن زيادة الرواتب فأنت تتحدث عن معالجة بعض المشاكل المالية والاجتماعية الموجودة في المجتمع السعودي، وإذا لم نتوجه إلى الشريحة الأكثر حاجة في هذا الجانب فنحن لن نحقق الأهداف. هناك أيضا إذا سمحت لي ممكن أن ندفع هذه الزيادة بطرق أخرى لا يمكن أن تؤثر سلبا على الأسعار ولا أن تؤثر سلبا أيضا على الميزانية بشكل دام. وأعني أننا نحن في المملكة على سبيل المثال نتحدث عن أضخم ميزانية إنفاقية توسعية، ولكن هذه الميزانية الضخمة لا يقابلها خلقا للوظائف يوازي هذا الإنفاق العام الكبير. إذا نجحت الحكومة في خلق مزيد من الوظائف فهي تدعم المواطنين بطريقة غير مباشرة. إضافة إلى ذلك نحن نتحدث عن التضخم، والتضخم الآن تقريبا 5.1%، وهذا التضخم نسبة التضخم لا يعكس التضخم الحقيقي أو غلاء المعيشة في الأسواق. فهناك بعض السلع ارتفعت من بداية العام 2011 إلى اليوم أكثر من 35%، وهذا الارتفاع لم ينعكس على التضخم. فإذا أردنا أن ندعم المواطن فلنضغط على هذه الأسعار ولنعالج التضخم كي نحقق الرفاهية. إضافة إلى ذلك هناك قطاع الإسكان وهو الأكثر حاجة للدعم، فإذا أردنا أن يعيش المواطن برفاهية فيجب أن نركز أكبر على الاستقرار، ولا يمكن أن نركز على الاستقرار دون حلين أساسيين وهو خلق الوظيفة التي يمكن أن يحقق الدخل المناسب منها وإيجاد طيب. وسط عشان الوقت لأنه إحنا وقتنا انتهى. شكرا لك دكتور فاضل أبو العينين على المشاركة، وأيضا الحقيقة إذا نصف دقيقة تعليق بس أخير دكتور سعود لأنه وقتنا انتهى. طبعا كما أشرت يعني هي طبعا المتوقع إذا كانت فعلا الشاية صحيحة فهو الارتفاع لا يكون بمعدل ثابت، يعني هو سيكون معدل تقريبا 40 لفئة و30 لفئة أخرى، يعني 40 لذوي الدخل المحدود أو المنخفض الدخل، وبالتالي هذا يحقق لا شك جانب العدالة من حيث الاهتمام بدخول الطبقة الأقل دخلا، وهذا أمر طبيعي وكلنا طبعا ننادي بمثل هذه الحالة. وكما قلنا لن يستفيد فعلا المواطن إذا حصل زيادة في الدخول إلا إذا استطعنا أن نراقب الأسعار ونثبتها عند معدلها العالمي الطبيعي الذي ليس هناك أي مبرر لزيادته. شكرا لأستاذ الاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعود المطير، وشكرا أيضا للخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة المالية سابقا أستاذ أحمد الحمدان، وشكرا للخبير الاقتصادي الدكتور فاضل أبو العينين على المشاركات الهاتفية الأخيرة. بعد الفاصل نلقاكم. تتجه المملكة العربية السعودية حاليا لإجبار المطاعم في المملكة لتطبيق نظام تحديد السعرات الحرارية التي تعتبر أساسية في تطبيق الحمية الصحية من قبل الأطباء، طبعا وسط معوقات كثيرة أهمها عدم الاستجابة من المطاعم نفسها ومن الجهات الأخرى في المملكة
إذا أن المملكة يعني تنفق سنويا مليارات الريالات على علاج السمنة وأعراضها، قبل ذلك الحقيقة يعني في معوقات كثيرة، يعني لا ننسى السلوك كمان الغذائي، ننسى رغبتنا احنا في سيطرة ثقافتنا الغذائية علينا، حتى الكلتشر حقنا الثاني. يعني عموما تقرير لزميلي محمد الحبيب، ثم نعود مع ضيفنا اللي منورنا اليوم في الاستوديو هنا الدكتور عياض القحطاني. شوف التقرير ونعود. نسوي رجيم، أوكي؟ أيوة. أبغى أعرف السعرات الحرارية في كل واحد. يعني ما في سعرات حرارية محددة. محددة ما في، بس أنا أقول لك يعني طعام. رجوعاً إلى هذه الإشكالية، ربما المملكة تستعد حالياً لإلزام أصحاب المطاعم بتطبيق نظام السعرات الحرارية الغير مطبقة بشكل نهائي بالسعودية، رغم أنها تحتل المراكز الأولى عالمياً في السمنة. جمعية حماية المستهلك طرحت مبادرة للجهات المختصة الرقابية وأيضا للمسؤولين عن تلك المطاعم بقضية إعطاء هذا الموضوع أولوية كبرى. نحن نعلم كما معروف أنه نسبة السمنة بالذات في جيل الأطفال وفي أيضا القطاع النسائي كبيرة جدا، ويعزى ذلك بدرجة ما أو أخرى الوجبات السريعة. أكبر التحديات التي تقابل هذا المشروع هي المخاوف من صعوبة تفهم أصحاب المطاعم الشعبية من ذوي التعليم المنخفض والأميين لمشروع السعرات الحرارية، وعدم فهم تأثيرها على الصحة العامة. للأسف أقولها، حتى الآن لم يأتي أي استجابة سواء من الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة أو من خلال المطاعم المعنية والمقاهي المعنية. كما تعرف سنواصل هذه الحملة، وبالتالي نحن على يقين إن شاء الله سيكون هناك استجابة لهذا التوجه، وبالتالي نحن أيضا نطلب المطاعم أنها تبادر، لكن في الأخير إذا لم يكن تجاوب لا هنا ولا هناك أعتقد هو مسؤولية المستهلك نفسه. هذه الوجبات تمثل جميع المطاعم المنتشرة بشكل كبير في المملكة على نفس النمط الذي تكثر فيه الدهون، مما يجعل النسبة الخطرة للإنفاق على السمنة وأعراضها تزداد. فهناك 20,000 حالة وفاة سنويا بسببها، وتنفق المملكة العربية السعودية نحو 20 مليار ريال على أمراض السمنة، الأمر الذي يحتم سرعة تطبيق هذا المشروع الجديد. التجارية حلوة. يسرني أرحب بضيفي في الاستوديو استشاري وجراحة المناظير والسمنة الدكتور عياض القحطاني. طبعا احنا نضحك لما شفنا منظر الصحن الرز، فقلنا كثير من اللي قاعد يطالع الآن راح يا يسوون 10 أو راح يطلبون، واللي في الرياض راح يطلب بنفس المطعم لأن دكان المطعم معروف وش هو. دكتور عايض أهلا وسهلا فيك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، شرفتنا اليوم. سعيد جدا ولا بوجودي معك أخوي علي. اليوم لما نحن نتحدث عن أنه يكون في تحديد للسعرات الحرارية في المطاعم، أول شيء من الجهة؟ خلينا نقارن أنفسنا بما يحدث في العالم، كيف هم نفذوا هذا الشيء؟ هل في تجارب ناجحة؟ هل التجربة هذه ممكن تنجح أم لا؟ ممتاز، شكرا علي. أولا شكرا لتخصيص الموضوع هذا ومناقشته في هذه الزاوية لأنه مهم جدا. اثنين، مين الجهة؟ أولا يعني أنا سعيد جدا أن نجد أن على الأقل نثير الموضوع، وأنه في ناس بيتصرحون وناس مهم جدا أنه لكن لا يتحدث الموضوع أو لا يعني مجرد نتحدث فيه وما نوجد آلية تنفيذية. الآلية التنفيذية معروف في الهيئة الدواء والغذاء لها جانب مهم جدا. طبعا الهيئة الدواء والغذاء في علاقتها الآن عادة في الأغذية المستوردة، إلى حد الآن ما لها تأثير كثير في الأغذية الداخلية اللي في البلد، وللأسف حتى في الأغذية المستوردة. وأنا دائما أنا فخور جدا بهيئة الدواء والغذاء لأنهم فعلا شغالين شغل ممتاز وصريحين كل شيء يعلنوه، أنتوا أكيد استعرضتوا أشياء كثير يعلنونها، إلا أنه ما زالوا للأسف إلى حد الآن يطلبون من الشركات يقول عطني إيش أنت حطيت في الغذاء اللي عندك، يعطيه البطاقة حقته ويحطها يقول هذا ما ينفع. المهم أنه طبعا هم يحللون ويشوفون الكمية. فإذا هيئة الدواء والغذاء، الأمانات والبلديات، مين اللي حيلزم المطعم أنه يطلع إلا يعني جهة تنفيذية لها إشراف على هذا المطعم، وهي الأمانات والبلديات اللي تشرف على المطعم. أنا سعيد أيضا أن أقول أنه الديوان الملكي وجه بدراسة المطاعم السريعة وأثرها على السمنة، وإحنا الآن في لجنة وإن شاء الله تكون لها، وكان هدفنا جدا جزئية كبيرة منها هذه الآلية التنفيذية. إذا أكبر يعني مسؤول في البلد والديوان الملكي اللي هو اللي بيضع القوانين والقرارات
بيطلب دراسة الموضوع، وإن شاء الله لما نعطيهم الدراسة وتكون متكاملة إنه هذه هي الآليات التعامل مع هالمطاعم إنه يكون في آلية تنفيذية. من أنتم يعني؟ هذا ليس سؤال قضائي، نعم. لكن هي ثلاث جهات طبعا الآن اللي يدرسها وزارة الصحة ممثلة في قطاع اللي هو البحوث تدرس الموضوع، ومطلوب منها أنها تأخذ أعضاء من الجامعات والبحث العلمي والهيئة الدواء والغذاء، فإحنا شكلنا لجنة فيها هيئة الدواء والغذاء وفيها وزارة الصحة وفيها الناس المهتمين بالقطاع، فيها كلية الزراعة ولها أيضا قطاع، حتى من ضمن الأشياء أننا نبغى نضع شيء اسمه دليل الغذاء السعودي. أنت لو أقول لك طيب كم يحتاج الفرد السعودي من الأكل، أنت ما أنت عارف، ممكن يقول لك يا أخي في أمريكا يختلف عن هنا، فنضعها. بالنسبة للقوانين أنت سألت عنها، إيش اللي يمارس في العالم؟ السنة هذه 2010 أوباما يعني وقع قرار مهم جدا جدا، أو لو أو يعني قانون مهم جدا، يعتبروه كل الناس المهتمين بقطاع السمنة أو بقطاع الصحة مهم جدا. خليني أعطيك بعض الأرقام أخوي علي. لو قلنا انه هذه بناء عليها طلع القرارات، اخذوا دراسات، احنا ما هم الناس اللي والله اطلع قرار السلام عليكم، اعطني دراسات اطلع لك قرار. وجدوا انه من 3000 وجبه، 3039 وجبه للاطفال تقدم، كم منهم يوافق المعايير الصحيه؟ 12 فقط. تصور في امريكا هذه وهي ام القانون وام النظام، احنا كم نتوقع؟ ما في شيء متوقع انه يطبق. طيب لو نظروا وجدوا درسوا الناس اللي الأطفال اللي يعني في سن الطفولة والشباب اللي يروحوا المطاعم اللي هم من 13-17 سنة وراحوا شافوا المطعم اللي يأكلون لما يطلبون وجبة، إيش نوعية الوجبة هذه اللي يأكلوها؟ وجدوا أنهم يأكلون تقريبا حوالي ضعف اللي بيحتاجوه، يعني مثلا الوجبة تقريبا فيها 1200 أو 1100 سعرة حرارية، ومفروض قانون الناس اللي يسمعونا أنه أي وجبة ما تتجاوز 500 سعرة حرارية، هذا المفروض. كم يأكل الطفل؟ يأكل ضعفها في وجبة واحدة. وهذا نص اللي عشان نقعد نحرقها نقعد في الجيم مدري كم، ما راح تحرقها يعني. انا ماني منتظم هناك، بس انت لو تاخذ بس 200 سعره حراريه فقط من بطاطس، كيس بطاطس صغير، طبعا هذا تاخذ زياده 200 سعره حراريه من اللي تحتاجها، حتجد انك تحتاج تمشي حوالي ساعتين او شيء عشان تحرقها، ما في حد يمشي ساعتين يوميا. ايضا في الاشياء وجدوا هذه، ايضا نتكلم على انه حقائق علميه، جابوا مثلا الناس اللي اكلوا في الوجبات السريعه وقالوا طيب خلونا ناكل اطفال لمده 5 ايام وجبة سريعة، كل يوم وجبة سريعة وأهلا وسهلا، ونشوفوا في النهاية صار لهم. حللوا الدم عندهم، كم وجدوا؟ 40% عندهم زيادة في الأملاح من الطبيعي مجرد 5 أيام فقط، 28% زيادة في الدهون، و20% زيادة في السكر في الدم. يعني أنت مجرد أسبوع غيرت لي نص تكويناتهم اللي في جسمهم، فإحنا نتوقع الأمراض تتغير بشكل كبير. المطاعم اللي في أمريكا وعندها قانون ما تبيع المشروبات الغازية للأطفال، نعم، وجدوا عليهم، وجدوا كم واحد منهم ينفذ هذا سبب القانون أيضا الأمريكي لما طلعوه، قالوا كم واحد ينفذ؟ 55% يبيعون برضو المشروب الغازي، هم عندهم نظام وعندهم رقابة. إحنا طبعا ما في ما حد يشوف وبيع زي ما أنت عايز، مش هذا وبس، إلا الإعلانات ما شاء الله الدبل وتريبل وهذا حق الماك. فإذا يجب أن نوجد آلية ونبتعد عن أن يعني كلامنا كثير أحيانا وللأسف تنظيرنا كثير، وأتمنى أن القانون هو الأساس، والقانون يأتي من الجهات المسؤولة، أنه إحنا صح كناس مسؤولين وباحثين وفي قطاعات مختلفة نوجد القانون ونرفعه. وأنا سعيد أن حتى وزارة التخطيط أيضا مهتمة بالموضوع، قبل فترة طلبوا أنه أعطونا أنتوا إيش تبغون نسوي في الخطة القادمة من ناحية السمنة ومشاكل السمنة، وأرسلنا لهم. فإن نوجد الآلية صحيح مع الأستاذ ناصر تويم، وأنا سعيد جدا أنه يتكلم في الموضوع، يجب أن نتكاتف ونضع قانون، بلاش كلام في الهواء مبادرة إيه خلاص، نضع شيء رسمي ونضع شيء قانون ونصل إلى الجهات المنفذة، ولما الجهات تنفذ تأخذ القانون هنا يبدأ نقطة التنفيذ. طيب خليني بس أرجع لك، تحدثنا إحنا على الوجبات السريعة وأن هي المشكلة، بس إحنا في السعودية عندنا مشاكل أخرى، عندنا الذبايح، عندنا الرز، عندنا أكثر من صنف، شفت الآن في سليق وفي مثلوثة وفي كثير أمور. احنا هذا كيف تطلع من اول شيء السعرات الحراريه؟ هل ممكن اذا ايضا سؤال اخر، كيف هل تتوقع او ماذا نحتاج حتى نغير ثقافتنا؟ يعني انا مثلا لو جيت الرياض، انت دكتور عايض، وين تعزمني؟ اعزمك في البيت وتجيب خروف. طيب يعني كيف ممكن هذا الموضوع يتغير مع الوقت؟ جميل جدا. شوف احنا لا يمكن انك تضع شيء يعني 100% تنفيذه، لكن احنا نتكلم انه لما تجي عائله معينه كم في السنة كلها ممكن أنها تطلع مطعم وتأكل مرة في الأسبوع، it's okay. حتى يسمونها في علم الغذاء ولهذا cheating diet أو الحمية المخادعة، غش زي ما أنت عايز، بس مرة في الأسبوع غش زي ما أنت عايز ما مشكلة. لكن أنه في أمريكا درسوا وإحنا ما نختلف عنهم،
وجدوا أنه 50% من الأطفال يأكلون وجبة من المطعم السريع يوميا. فإنا إذا قننت أنا هالأشياء اللي في يدي، يعني الوجبات اللي هو الشعبية من الصعوبة ولا ممكن يعني أصلا في كتب صدرت عليها، بس الوجبات الشعبية والمطاعم اللي قد تكون القانون الأمريكي كيف وضع، أي مطعم عنده أكثر من 20 فرع يطبق القانون، بحيث أنك ما تظل المطاعم صغيرة ما عندها شيء، مطعم بخاري ما أدري إيش ما تقدر تقول له، لكن لما يكون هنا تشين أنه سلسلة من المطاعم خلاص يطبق القانون. وحتى لو والله ودو شعبي أو مشعبي، ما دام عندك القدرة وعندك القدرة الاقتصادية إنك تضع هذه الفروع، فمعناته إن عندك القدرة إنك تنفذ القانون اللي نطلبه منك وتحط عليه سعرات. لكن اللي خليني أنا كشخص، وهذا اللي يقوله دائما المرضى في العيادة، فكرك الغذائي لازم يتغير. أنت لما تصل إلى مرحلة إنك تقول والله هذا صحي ولا مو صحي، هذا كم في سعرة حرارية، لما يجيك الوجبة تحس إنه غلط اللي تسويه غلط، هنا يبدا فكرك تغير. اي بس هذا الاحساس تكتشفه انت بعد، يعني بعد المصائب اللي تصير يعني. صحيح. اي بس الان في حديث دائم في لما نتكلم احنا عن كيف تحافظ على وزنك، ولا في امور دائما تظهر تكون قاسم مشترك، اللي هي انك تمضغ بشكل جيد، تعمل رياضه، وايضا انك كميه الاكل اللي بتاكله، كميه الاكل والحميه. لكن اسهل الان كيف ممكن واحد قاعد يشوفنا الان او سيده او ممكن يكون السبب عندها مثلا غدة درقية، أنها ما تفرز مثلا بشكل جيد، كيف ممكن تعرف بدون أن تذهب إلى الطبيب؟ هل ممكن تعرف؟ هو شوف، خليهم نقول لهم أنه أكثر من 95% اللي يسمعون عندهم سمنة ما عندهم مشكلة، فيعني في الغالب نادرا 5%. حتى لو وجدنا عندك هبوط في الغدة الدرقية، وهو غالبا يقلل نظام الأيضة والميتابوليزم عندكم، فلن يكون هو السبب الوحيد في الغالب، معنات أنه في أسباب أخرى. لو أنت عندك مثلا اللي يسمعنا أو المرأة أو الرجل اللي يسمعنا وعنده غدة درقية هابطة وعنده نشاطه عادي ومارسه كويس وأكله موازن، في الغالب ما يصير سمنة ذات قيمة، ممكن زيادة وزن 5 كيلو 10 كيلو، لكن ليست سمنة مفرطة. ولكن الأعراض الناس اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية معروفة، يكون عندهم خمول، يحسون مثلا أنه الجو اللي عندهم مثلا إذا عنده خمول في الغدة أنه والله الجو بارد، وعلى الرغم أنه الناس يحسون الناس طبيعيين لا مش بارد. وايضا احيانا بعضهم يصير عنده تورمات في الارجل، خاصه اذا مزمنه المشكله، تساقط شعر احيانا يكون عندهم، تجد انه يعني اي نشاط يقوم به يتعب بسرعه، غير الناس اللي عندهم عدم لياقه. لكن هذه علامات معينه والدكتور بيسوي له فحص، وغالبا الناس اذا سوينا فحص نجد عندهم اللي عندهم خلل في الغده انه خلل بسيط مش خلل مؤثر انه فقد شديد يعني عندهم. فما ما ابغاهم يقلقون ويضعون، كثير من الناس يفتكر مشكلته هي في التغيرات الهرمونيه والتغيرات اللي عنده، ولكن في الواقع لا. نعم دكتور عايض القحطاني، شكرا لك على حضورك في استديوهاتنا هنا في ابو ظبي، وان شاء الله المره الجايه نجيك احنا الرياض او بتكرر عندنا. الله يحييكم، شكرا لك اخوي علي، وسعيد جدا بوجودي معكم اليوم. نعم احنا سعداء ايضا. اذا راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قريب. افتتح صاحب السمو الملك الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزة آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد بافتتاح، طبعا افتتحوا فندق الفور سيزن في مراكش المملوكة من شركة المملكة القابضة، وذلك خلال زيارة الأمير الوليد إلى المملكة المغربية. وحضرت حفل الافتتاح الأميرة أميرة الطويل نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وعلق الأمير الوليد أنه إنجاز آخر وهام لشركة المملكة القابضة. وقال وخلال الزيارة طبعا التقى الأمير الوليد بن طلال وزير السياحة والصناعة التقليدية المغربية الأستاذ ياسر الزناكي. يذكر أن تكلفة إنشاء الفندق تقدر ب 164 مليون دولار، وتم بيع 40 فيلا بأكملها، طبعا الفيلا الملاصقة لمشروع الفندق في مطلع العام الحالي. نبقى أيضا في الأخبار اللي هي العربية والعالمية، نتابع الحقيقة مجموعة الحقيقة من الأخبار في هذا التقرير. ننطلق من الولايات المتحدة، حيث بيع سيناريو فيلم ناشونال فيلفيت الذي شاركت فيه الممثلة إليزابيث تايلر وجعل منها نجمة وعمرها 12 عاما بأكثر ما كان متوقع له ب50 مرة يوم أمس في مزاد أقيم في نيويورك لمجوهرات وملابس وأعمال فنية وتذكارات الممثلة مع اقتراب انتهائه. وقالت دار مزادات كريستي أن سيناريو الفيلم الذي عرض في 1944
والملفوف في جلد أرجواني بيعلي مشتر أمريكي خاص بمبلغ 170,500 دولار، وكانت تقديرات ما قبل البيع تتراوح ما بين 2,000 إلى 3,000 دولار. وبيع رسم شفاه أهدي إلى تايلر من الفنان أندي وراول بمبلغ 242,500 دولار، وكان من بين الأشياء الأغلى التي ابتيعت في اليوم الرابع للمزاد. قالت وسائل إعلام معنية بأخبار المشاهير يوم أمس أن نجمة البوب بريتني سبيرز خطبت إلى صديقها جيسون تراويك، وذلك بعد أن وضعت المغنية رسالة على موقع تويتر بشأن حصولها على الهدية التي تطلع إليها. وقال برنامج الاستعراض أكسس هوليوود أن مذيع البرنامج اتصل بتراويك عبر رسالة نصية الذي أكد الخبر. وقالت سبيرز والبالغة من العمر 30 عاماً على موقع تويتر يوم الجمعة: يا إلهي، فاجأني جيسون بالهدية التي كنت أتطلع إليها، لا أستطيع الانتظار لعرضها عليكم، أشعر بإثارة بالغة. ولم يتسنى على الفور الحصول على تعليق من المتحدث باسم سبيرز. ما فهمنا يعني الحين هم خطبوا زوجه عشان الهدية ولا يعني ولا هي تمزح ولا عشان تويتر ولا عشان سامي ولا علشان أمجد ولا ما أدري، بس يمكن لازم نبحث في الخبر أكثر. عموما ننتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يشهد قطاع السيارات الصديقة للبيئة اهتماما متزايدا بالتعاون مع شركات كبرى في صناعة السيارات، خصوصا المحركات الهجينة التي تمزج بين محركات الوقود الاحتراقي والمحركات الكهربائية، إضافة للمحركات الكهربائية ذات نسبة صفر من الانبعاثات الضارة. في هذا السياق انطلقت في دبي خدمة لتأجير سيارات كهربائية للمرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط. يأمل مؤيدو المشروع أن يكون دفعة قوية للاعتماد على السيارات التي تعمل بالكهرباء في المستقبل. التفاصيل دائما مع دانا الأشكال. في محاولة للحد من انبعاثات الغازات السامة الصادرة عن عوادم السيارات المستهلكة للوقود، وبهدف تحويل دبي لتصبح إحدى المدن الخضراء في العالم، انطلقت شركة جرين لتأجير المركبات الخضراء. الفكرة عبارة عن شركة أجار سيارات عادية تقوم بتأجير السيارات من جميع أنواع، من الفخمة والمتواضعة، ولكن بنفس الوقت بحماية البيئة، تقليل التلوث، ونفس الوقت هي عبارة عن 100% كهربائية وقسم نص هجين نص كهربائي. يتكون الأسطول الأخضر من 50 سيارة تنتمي لأكثر من 20 طراز، منها السيارات السريعة الرياضية والراقية مثل تسلا رودستر، التي تعد السيارة الوحيدة في العالم التي تعمل بالطاقة الكهربائية. إقبال الناس جدا عالي، خاصة على السيارات السريعة. عندنا سيارة التسلا الكهربائية 100% تسابق البورش والفيراري، سرعتها من 0 ل 100 3.7 سكند، سوقتها عالية الجودة وسريعة. وبنفس الوقت عندنا السيارات الفخمة، الناس ما بتلاقي الفرق فيها. كما حرصت الشركة من خلال أسطولها الأخضر الجمع بين الفخامة والحفاظ على البيئة. عالمنا العربي ما بيحب يأجر سيارة وما بيحب يفكر بالتلوث عشان ممكن يقلل من اللكجيريس تبع السيارة، من فخامة السيارة. راح إحنا فكرنا بالطريقة، قلنا في طريقة معينة ممتازة، هي عبارة إنه تأجر نفس النوع السيارة BMW، مرسيدس، لكزس، كل أنواع الفخمة، ولكن بنفس الوقت ضميرك مرتاح وانت عم بتأجر سيارات الهايبريد، الجرين كار، سيارات الخضار، بتكون عبارة عن نفس السيارة الفخامة ولكن بتقلل التلوث 50% وتعتبر كذا بالمية أسرع من السيارات العادية. يعد المكتب الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يتيح للعميل تأجير مركبة خضراء بالامتيازات نفسها التي تقدمها مكاتب تأجير المركبات التي تعمل بالوقود بأسعار مشابهة للسيارات العادية. الأسعار منافسة بالسوق بطريقة أكن شركة أجارات عادية. السيارات أغلى عند شرائها من السوق ب 20 ل 30% أو 10%،
ولكن احنا اخذنا العاتق على نفسنا عشان ندخل بالسوق، فحطينا اسعار السيارات موازيه لاسعار السيارات المتواجده في سوق الامارات. كما اطلقت الشركه مؤخرا محطه للشحن الكهربائي تعمل بالطاقه الشمسيه، اذ يمكن للسائق شحن المركبه الكهربائيه في اي وقت. اهلا حبيبي. شو هالسياره؟ تسلا. تسلا 100% كهرباء. هذه كهرباء 100%، مش بنزين؟ لا ابدا. حلو كثير. شكرا دانا. راح نروح فاصل قصير ونعود مع سوالفنا الفنيه لهذه الليله. بتنشفها بوسخها حتى لو الأوساخ نشفت لأيام وليالي. الآن تايد الجديد والمطور بتركيبة القوة الزرقاء يذيب الأوساخ الجافة لتحصل على بياض تايد المضمون. زمن الأوساخ الناشفة خلاص انتهى. مهما يكون بياض تايد مضمون. نختم حلقتنا اليوم مع سوالف، فقرة سوالف فنية، وأبرز ما ميز الدورة الثامنة من مهرجان دبي السينمائي. التفاصيل في هذا التقرير. كثيرة هي المهرجانات التي تقام في عالمنا العربي، ولكن القليل منها هو الذي يتعامل بقدر كبير من الاحترافية ويحرص على أن يحقق نجاحا تراكميا ويضيف كل عام إلى تاريخه. ومما لا شك فيه بأن مهرجان دبي السينمائي الثامن استطاع وبقوة هذا العام أن يستعيد نفسه ويضيف الكثير من الإنجازات من ناحية الأفلام المشاركة والنجوم العالميين الذين حضروا هذه الدورة. نتمنى أنه نحن لا ننسى بدايات المهرجان، أنه أيضا نحن ليس فقط على النجوم والسجادة الحمراء، ولكن أيضا أشياء ثانية تصير في المطبخ المهرجان، اللي هو مساعدة الشباب العرب أنهم هم يطلعوا أفلامهم، يخلصوا أفلامهم، يعرضوا أفلامهم، يوصلوا أفلامهم المهرجانات الثانية. وتعتبر جائزة المهر العربي من أهم الجوائز التي يقدمها مهرجان دبي السينمائي، حيث تتنافس عليها هذا العام 11 فيلما، منهم فيلم واحد صحيح الذي افتتح المسابقة في هذه الدورة. الفيلم هو باكورة أفلام المخرج المصري هادي البجوري، ومن بطولة هاني سلامة، كندا علوش، رانيا يوسف وغيرهم. بالنسبة لي طبعا Red Carpet Experience is very new. يعني I did not attend Red Carpet before. الآن وخجلان وبتاع، وأنا بس في الآخر يهمني إن الناس تتفرج ويبقى الرياكشن على قد ما أنا حابب الفيلم الناس تحب الفيلم. عجبني ورق تامر الحدوتة. تامر معروف عنه إن هو سيناريست مهم جدا وسيناريست شاطر وبيعرف يتكلم عن العلاقات الإنسانية والنفسيات البشرية بشكل عام، ومدفر الحدوتة بشكل كويس قوي. بالتحديد شخصية فريدة بالنسبة لي شخصية حقيقية قوي، إنسانة جدا، وفي نفس الوقت تجربة ست عايشة مشاكل متناقضة كتير قوي، صراعات داخلية كتير قوي، وأحاسيس داخلية كتير قوي. دوري كان صعب قوي قوي قوي، ودوري جريء، وأول مرة ببقى جريئة كده في الأدوار. هو مشارك بالكومبيتيشن بالمهر العربي، بتمنى يحوز على إعجاب لجنة الحكام وإعجاب حتى الجمهور اللي هيشوفه، وبتمنى أنه ياخد جوائز، ولو ما أخد بالنسبة لي بيكفي أنه الناس تحبه. ويتنافس أيضا على الجائزة الفيلم اللبناني الطويل الأول للمخرج جو بعيد، تنورا ميكسي، حيث انفرد المهرجان بالعرض العالمي الأول قبل بداية انتشاره في المهرجانات الدولية ودور السينما. الفستيفال أكثر من ويلكمينج، يعني صراحة لأنه الفيلم الأول دائما بيكون فيها الستريس تبع أنه العرض الأول العالمي، بس عن جد قد ما محاطين بناس لطفاء وبروفيشنال عم نحس حالنا we are at our home.
واختتم مهرجان دبي السينمائي الثامن فعالياته بتوزيع جوائز المهر الإماراتي والعربي والأسيوي والإفريقي، وقد تنافس حوالي 90 فيلما قصيرا ووثائقيا وروائيا طويلا تم اختيارها من بين أكثر من 1700 مشاركة عالمية. وشارك في لجنة التحكيم عدد من الشخصيات الشهيرة من مخرجين ومؤلفين وممثلين. أنا حاسة إنه أوكي فيلمنا أصغر فيلم يعني مستحيل ما بيصير، عشان هيك يعني كنت ببكي بعد ما مصدق. مش لحديث إسا مش قادرة ألاقي الكلمة اللي توصف هذا الشعور، بالذات بأنه أول دور لإلي، أول عمل سينمائي لإلي، مش قادرة أوصفه، مش لحديث إسا مش مستوعبة. مهرجان دبي شارك بإنتاج هذا الفيلم من خلال منحة إنجاز اللي ساعدتنا بالانتهاء من مراحل التصوير النهائية، وهو بعتبر جزء من التمويل من دبي، فشكرا كتير للمهرجان. لأنه عملك عمل ربما جيد أو على الأقل صادق، أحبذ أن يكون عملي صادقا قبل أن يكون جيدا، وبالتالي عندما تعلن نتيجة مثل هذه المفاجأة هي الأولى اللي تتحس بها. بصراحة إنه يلي عم بيعمل فيلم وعم بيفكر بمهرجان منه صادق، يعني بنعمل أفلام بعدين إذا حظنا منيح بنروح على مهرجانات وبنحط هيدا الجهد بعدين، بس بصراحة لازم إذا واحد بيضل شغله براسه بالشغل، راسه بالفيلم، راسه مع الكرو اللي عم يشتغل معه. والله يعني ما تسعني الكلمات صراحة عشان أشرح شعوري، يعني فرحة كبيرة، ويعني دل على شيء دليل على أن الحمد لله يعني اللي اشتغل بجد، ونحن يعني خذانا وقت طويل لما عملنا الفيلم، وأشكر يعني طاقم العمل اللي اشتغل معاي بكل يعني قلبه، وأهلي طبعا اللي دائما يدعموني باستمرار، فالحمد لله. كل التمنيات للأفلام الناجحة بالتميز أو بالتقدم أكثر أنه وصول أكثر عالميا، وكل الناس اللي ما فازوا جهدهم مقدر، ودائما تشكر الحقيقة أي جهة تقدم يعني دعم لأي منتج إبداعي يعني، وعلى رأسها دبي خصوصا بعد هذا المهرجان. كذا شي يقول في نهاية كذا، خلينا نختمها شعبي مصري اليوم بأنك موجود، بسك خلاص كذا، بس خلاص في أمان الله.